هنجيب اللي هو اي رشاش تعقيم عشان نعقم الجروح اول شيء. ونعقم اللي هو الرقبة، في جزء كبير مقصوص منه لحم من هان العرف، جزء مقصوص منه كبير هان هيو. على ما يبدو انه ما فيش فيه اشي، ولكن الرقبة عنده منتفة ومشفرة من الديك الصغير شمشوم، يعني التنين ضربين بعض، بس هذا كان مركز على الطربوش تبع هداك فسيل دم. بس خلنا نشوف اذا في حاجة تانية. رجليه كله دم، تمام. خلنا نرشه، وهذا مش هيحتاج بوتادين لانه الجروح يعني كدمات، مبينه كدمات مش جروح فيها دم. رح نرش له بس رشاش هيك على السريع. تمام. هو نظام زيوت، رح ناخذ هيك، هو ثلج لانه الدنيا برد. طيب بس خليك واقف عندي هون، ارفع يا امير، ارفع ارفع الديك، ارفع الديك. طبعا حنحط على الديك البوتودين على مكان الجروح بالشكل هاد. احنا حطينا معقم، فيعني المعقم كفيل انه هو يشفي. بنتين مش ثلاثة، ثلاثة البيض. شايف هذا البيض الجديد، انتو بتاخدوا بيض الجديد وبتسيبوا العتيق، هذا لازم انتو تاخدوه وتسيبوا الجديد. يعني كيف تاخد الجديد؟ حيضل العتيق، العتيق حيخرب، فانت خد العتيق وخلي الجديد، والمرة الجاية حتاخد العتيق وتخلي الجديد، وهكذا. هات اشوف ايش صار معك. فك الباب. طب يلا. هذه هي الدجاجات والديك اللي صار معه قتال مع الديك الثاني. ولتجنب هذا الاشي تاني حطيت كل قفص، يعني بعدتهم عن قفصهم. ليش؟ لانه حيرجع تاني ادم يغلط، وحيرجع يدخل تاني، وحيفتح الباب وينسى، وحنرجع تاني يتقاتلوا. فلم الليلة ونقول هاي عندك بيوت كثير. طبعا يا اخوان زي ما شايفين في قتال ما بين الذيوك، الديك البلدي والديك شمشوم. فحنتكلم في الحلقة هذه ان شاء الله عن القتال وايش اسبابه وكيف بدنا نتلاشاه، وكمان حنتكلم عن العلاج. ومعانا الديك شمشوم ماكل هوا زي ما شايفين، وحتى جزء من اللي هو اللغلوغ رايح فحاله بالويل. فإن شاء الله في الحلقة هذه حنتكلم كثير وحنعالج الذيوك هذه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايبي، رجعناكم في فيديو جديد. طبعا جماعة الخير، اليوم إن شاء الله حنستهدف موضوع قتال الذيوك والعلاج وإلى ذلك. بس المطلوب منك إن أنت تضلك معانا من أول الفيديو لآخر الفيديو، أو من آخر الفيديو لأول الفيديو، وتنزل تحت تشجعنا في كومنت هيك حلو وبس حبايبي. اربط حزمة الامان وانزلوا تحت واشتركوا في القناة وفعلوا تنبيه جرس الفاقة بحزن اللي يصل كل جديد. خلنا نروح وليس طبعا يا اخوان، حبيت ان انا افرجيك قصر عندي كيف بدنا نعالج القصة للاخوة اللي بتصير عندهم، يعني بتصدف وبتصير عندهم. طبعا الحكاية وما فيها زي ما تشايفين كله دم، والتاني كله دم، صار في قتال ما بيناتهم. طيب في الحالة هذه ايش نسوي؟ هلقيت حتشوفوا ايش بدي اسوي انا. طبعا يا اخوان امبارح يعني امس في الليل حبوا الاولاد يعني ياكلوا بيض مع بطاطا مبعطرة، فقلت لادم يعني روح على البيت افتح البيت، وبعدين افتح البيت التاني اللي بيؤدي للبيت التاني، وخذ ثلاث بيضات واطلع وسكر البيت زي ما كان، يعني بالزرفيل. هذا هو الزرفيل. فآدم ما شاء الله عليه الإدراك عنده واسع كثير، فنسي الباب مفتوح، فطول الصبح وهم يتقاتلوا
زي ما شايفين هذا هو الناتج او الحاصل بين شمشوم كله دم وبين الديك ابو عكف البلدي كله برضه رقبته دم وكله دم، فبدهم علاج. طبعا يا اخوان خلنا نروح نشوف بس. خلص هم لقيت اتقاتلوا وعرف واحد، كل واحد عرف مقام الثاني. طبعا القتال بصير ما بين الديوك اللي بكونوا في قفاصين جنب بعض، فاول ما يصير القتال كل واحد بعرف مقام الثاني. على سبيل المثال لقيت حدخل شمشوم للديك الديك ابو عكفه وشوف ايش بده يصير. شايفين كيف صار يعني يكشه او يشرد منه. طبعا هيو دم جري كمان اذا بتلاحظوا صار يشرد منه، فهذا الاشي كثير 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 حيفيدك لقدام. اي نعم لقيت كله دم ولكن احنا حنعالجه، معانا شوية ادوية حنعالجه، حنعالج الثاني كمان. حينفعك هذا الاشي لقدام انه لما انت تطلق الدجاج هذا مع بعض الدكرين مش حيتقاتلوا. طبعا يا اخوان حناخد الديك، هات اشوف امسكوا منيح وبعرف يشرد وعيشرد. هات اشوف، اطلع طلع لي دجاجاته ودخل لي الديك هذا محله، روح ساعد اخوك. تعال نشوف هذا ايش قصته ولا ايش كنيته ولا ايش صار له. طلع بدل ما كان اخضر شمشوم صار احمر من الدم. طبعا يا اخوان هذا هو كله دم في دم، لا حول ولا قوة الا بالله. زي ما شايفين كله دم، حتى رقبته دم، بطل يعني بطل شمشوم. طبعا يا اخوان هذا هو، هنجيب اللي هو اي رشاش تعقيم عشان نعقم الجروح اول شيء. ونعقم اللي هو الرقبة، في جزء كبير مقصوص منه لحم من هان العرف، جزء مقصوص منه كبير هان. هيو أمير في بوتودين فوق فوق الثلاجة، علبة هيك مدورة، انت واخوك روحوا جيبوها. حاول انه ما اجيب خش على عينيه عشان هذا البخاخ بحرق، فخلنا اشوف اذا بقدر اخليه مستوى عمودي الرش. ما فيها مستوى عمودي، احاول ان انا ارش هيك ابو خفيف ولا غليق كمان هون. صراحة يا اخوان المنظر كثير كثير بشع بعد اللي هو القتال. تمام بعد ما رشينا هذه هيك هو تعقم، وكمان للتأكيد حنحط مادة ثانية على وهي البوتودين على الجروح. شكفة كبيرة هان لحمة رايحة. آدم جبت البوتادين؟ روح جيب البوتادين. وهي في كمان شكفة هانك انها رايحة. اليوت في يوت، هات لي اياه. هي فوق الثلاجة، لا فوق الثلاجة عندي في المطبخ. بحاول ان احط على الريش هذا كمان عشان يروح منه الدم، من الدم هذا يروح. مشكلة منظر من الأشياء صار مش حلو. مش مشكلة، تعي عبير. نعم امسك لي الديك، احبسه في البيت وهاته. امسكه هيك وارفع لي اياه في الجو. ايوه ارفع لي اياه في الجو، هاته.
طبعا يا اخوان حنحط البوتادين، انتو هذا عارفين انه هذا عندي من زمان ومخصصه بس للطيور. هو نظام زي يوت، فحناخد هيك، هو تلج لأن الدنيا برد. طيب بس خليك واقف عندي هون، ارفع يا امير، ارفع ارفع الديك، ارفع الديك. طبعا حنحط على الديك البوتادين على مكان الجروح بالشكل هاد. احنا حطينا معقم، ف يعني المعقم كفيل انه هو يشفي، ولكن احنا للتأكيد طلع كيف اللحم بطلع. لحم او دم متجمد فيها بيوت، منظر يقشعر له الابدان يا جماعة. تمام، بعد ما حطينا حنفقد اللي هو رجليه، هل في كسور دم؟ حنحط له وش العجري عشان ما يحصل اشي. تمام يا اخوان، زي ما شايفين بعد ما حطينا البوتادين وحطينا اللي هو الرشاش هذا، حنطلق سراحه حيتعافى بمجرد اللي هو انه ياكل ويشرب ويمارس اللي هو حياته الطبيعيه. طبعا حنحرص انه احنا ما نخليش الديوك يتقاتلوا ثاني مره. زي ما شايفين المنظر كثير كثير بشع. طبعا على ما يبدو انه ما فيش فيه شيء، ولكن الرقبه عنده منتفه ومشفره من الديك الصغير شمشوم. يعني التنين ضاربين بعض، بس هذا كان مركز على الطربوش تبع هذاك فسيل دم. بس خلنا نشوف اذا في حاجة تانية. رجليه كله دم. تمام، خلنا نرشه، وهذا مش هيحتاج بوتادين لانه الجروح يعني كدمات، مبينة كدمات مش جروح فيها دم. هنرش له بس رشاش هيك على السريع. تمام، على رجليه. عشان تال مرة يتقاتل مش بالخطأ يا بابا. اجوا يعني تمام، بشيله هون مطرح الجرح. هحاول انا ما اخليه يجي على عينيه. طب منيح انه غمض عينيه وفهم. يلا احلقله على السفر، احلقله على السفر. نضحك، اضحك اضحك يا جماعة. تعال امسك، كله منك، كله منك انت. تمام يا اخوان، زي ما شايفين بعد ما حطينا له حنرجعه للبيت. خذ حط لي اياه في بيته. يلا يا بابا بعد. يلا يا جدع، تعال يا امير، امير رش لي على ايديا. رش. ايوه رش. منين؟ طب من هان اطرح الدم. خلص يلا حط لي اياها، حط لي اياها. تعال نشوف اخوك ايش سوى. يلا تعال نشوف اخوك ايش سوى. ايش سويت؟ تمام يا اخوان، بعد ما حطينا اللي هو الديوك حنشوفهم. بسم الله على الفاضي، ما تعلمتش انت. تعال والله انت ما تعلمت. تعال شوف ايش فيه. فوت الزرفيل محطوط برضو. التالتة نابت. انا هين بحذرك، هاي قدام المتابعين، علقك في الشجرة وربطك. حبيبي حبيبي شوف، تمسك هذا بتعمله هيك، وبتحط هذه هيك الزرفيل بتحطه هيك. تمام تمام، انا هريح راسي وانقل هذا هان وهذا هان، وريح راسي عشان ما يصيرش بعد هيك قتال. تمام، تعال 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 تعال، هات لي الدجاج كله هذا. هذا؟ حط لي اياه في البيت هذا. يلا يا شوف. بعد اه مش مشكلة. تمام يا اخوان، قبل ما ينقل الدجاج عشان انا اريح راسي، انا مش كل شوية بدي اقعد اعالج واطبطب. تمام، اللي بدها تبيض خليها، ولا بننقلها وبتبيض في البيت الثاني. يلا يا بابا. تمام يا اخوان، خلنا نروح نطمن على الدجاج المقاتل.
يلا يا بابا يلا. أمير أمير تعا ساعد أخوك. امسك أول شيء الديك، امسك الديك، امسك الديك. يلا أمير ساعد أخوك يا بابا. تمام يا إخوان، خلنا نروح نشوف الدجاج المقاتل، نطمن عليه. هذا هو، بسم الله. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. تمام، نشوف ايش صار مع الشباب. بابا يا بابا بابا. نعم. ايش صار؟ يلا يلا بس يلا امير تعال حطهم هنا. يلا حط حط شوف بعدهم. يلا حطهم. سكر الباب، دير بالك، سكر الباب، سكر الباب. يلا يا بابا هات لي، تعال تعال هات لي، نزل اول شيء البيض وهات اللي تبعت البيض وحطها، بعدين رجع البيض. يلا يا شباب، شايف هذا البيض الجديد؟ انتو بتاخذوا بيض الجديد وبتسيبوا العتيق، هذا لازم انتو تاخذوه وتسيبوا الجديد. يعني كيف تاخذ الجديد؟ حيضل العتيق، العتيق حيخرب، فانت خذ العتيق وخلي الجديد، والمره الجايه حتاخذ العتيق وتخلي الجديد، وهكذا. كيف بدك تعرف الجديد من العتيق؟ هذا بتكون بيضة وهذه ايش فيها اوساخ من الطينة واللاصة، فاهم؟ هات اشوف ايش صار معك. شكل الباب. طب يلا هات لي هذا وانت طالع، بس بشويش عشان ما ينطش الديك على وجهي. تمام يلا يا بابا. انت تعال من عند السلك، هيك من عند السلك، تعال من عند السلك، خليهم يروحوا غاد. شايف كيف؟ الله على الفكفكة. يلا حط لي فوق وسكر لي الباب، عدو طلع الدجاج. طبعا يا اخوان هذه هي كانت المشكلة، حبيت ان انا اشارككم فيها، وصراحة صارت يعني صدفة معي، فقلت ليش من انا اصور لكم وفرجيكم. وين شمشوم؟ ادم وين شمشوم؟ وين شمشوم؟ اطلع كشيل لي من غاد هو الاناتي روح. طبعا يا اخوان حبيت ان انا اشارككم الفيديو هذا، لانه في ناس كثير بصير معهم المشكله هذه، فقلت انه انا اشارككم اياه على اساس انه انتم لو صار عندكم شيء تعرفوا تدبروا اموركم وتسووا نفس ما انا سويت. هي هذه الاشي الصح اللي انتم تسووه لما يصير معكم المشكله هذه. طبعا يا اخوان زي ما شفتوا هذه هي الدجاجات والديك اللي صار معه قتال مع الديك الثاني، ولتجنب هذا الاشي الثاني حطيت كل قفص، يعني بعدتهم عن قفصهم. ليش؟ لانه حيرجع تاني ادم يغلط، وحيرجع يدخل تاني وحيفتح الباب وينسى، وحنرجع تاني يتقاتلوا. فلم الليلة ونقول هاي عندك بيوت كثير يعني. فبس اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وقدرنا يعني نوصل لكم لو فكرة بسيطية صغيرة لحل بعض المشاكل في تربية الدجاج. بس كان معنا آدم وأمير، وبهيك بنكون وصلنا لآخر الفيديو. بتمنى لو عجبكم الفيديو تنزلوا تحت تشتركوا في القناة وتفعلوا تنبيه الجرس الفاقب على الزين لنزلكم كل جديد. حبايبي تمرش عليكم يوم من غير ابتسامة، أكثر من الصلاة النبي، اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.